أنت مع الدستور الجزائري، الإسلام أنا بوجوده. مع حكم الله، إذا أنت مع الشريعة الإسلامية في الجزائر، تطبيق أكيد الشريعة. معها 100%. ما هو حكم المرتد في الإسلام؟ حكم المرتد يقتل. نفترض أن أمك، أبوك، ابنتك، أختك، أكيد تقتل، لأن هذا أمر الله سبحانه عز وجل. لماذا أنت خائف؟ خايف، مش خايف، أنا مش خايف. دهشت يعني، صعقت. طيب بدي أسألك سؤال، بسأل سؤال. أنت بتشتغل، أنت تعمل في مؤسسة، دقيقة أنت تعمل في شركة، وصاحب الشركة خالفت أنت قوانين هذه الشركة فطردك من الشركة. أنت تجيك في بالك تقتل يمك، تقتل عادي، باباك، تقتل جدك. وراء الإشكال، عندنا صحابي جليل اللي هو أبو عبيدة الجراح، قتل باباه، يمك، قتل باباه. يمك، كان لكم في رسولكم أسوة حسنة، الرسول والصحابة. أبو عبيدة ابن الجراح قتل أباه دفاعا عن الله، أنت قتل. ايه كيف يعني؟ عادي، اكبر يما إذا بيرجو. وقعت في حد من حدود الله أنا نقتلها، إذا كان لي الشرع، لكن هنالك من يقتلها. تخيل من هم؟ هم أهل الحل والعقد، ماشي أنا وأنت. وانت يعني ورسول، ما كاش مانع. أين هو الإشكال؟ وعلاش راك خايف من حكم الله؟ مش بالله. انت الهضره تاعك كيما تاع الارهاب في التسعينيات، أنا فكيف؟ أكيد أنا إرهابي، أفتخر أنني إرهابي، بدليل قول الله سبحانه عز وجل. نقول لك وعلاش ولا لا؟ أفتخر من يقول أنني لست إرهابي، فأنا أنكر عليه. أنا إرهابي غدا واليوم وبعد غد، وحتى يكون أولادي كلهم إرهابيين، بدليل قول الله سبحانه عز وجل: وأعدوا لهم العدة، قد تكون عقل، قد تكون علم، قد تكون سلاح، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تلهبون بها عدو الله. أنت عدو الله وعدوي، أنت خواف، أنت يا نرهبك، أنت يا. هذا هو الدين اللي يخليكش أنت يا تكون، وعلاش وش راك حاب أنت؟ انت خواف، وهذه هي الرهبه اللي خلاتك تشوفني ارهابي. وراها الاشكال، انت مجرد بالنسبه لي كما قال الله سبحانه عز وجل: ام حسبت ان اكثرهم يسمعون او يعقلون، بل هم كالانعام. انت نعيم، انت بهيمه، بهيمه، انت بهيمه. قال: بل هم اضل سبيلا. وش راك حاب انت؟ يا نعطي لك قيمه اللي معطاها لك ربي، قال لك انت كالبهيمه.